السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي المشاهدين في كل مكان وفيديو جديد. والنهاردة معنا في الفيديو مفاجآت نارية مع مهيب عبد الهادي، وأول تعليق من أمير مرتضى منصور بعد توقيع صفقة ابن شرقي للأهلي، ومفاجأة مدوية بعد خسارة النادي الأهلي في نهائي كاس مصر، وتعليق ناري من أمير مرتضى منصور على الهواء. هنشوف هيقولي ونشوفكم في آخر الفيديو. طب ليه ما تمش الموافقة على طلب طارق حامد وأبو جبل بالرحيل زي بن شرقي؟ مين قال لك كده؟ يعني أنا بسأل، إحنا بنسأل أخبار بتتقال. لا أنت بتسأل سؤال بتقول لي ليه ما تمش الموافقة؟ يعني أنت وافقت إن بن شرقي، طلعت أخبار بكده إن نادي الزمالك رفض طلب أبو جبل بالرحيل وتسوية أموره، إن هو خلاص دي آخر سنة ليه عشان الدوري هيخلص متأخر 30/8 زي ما أنت أشرت في كلامك. هل فعلا مهيب في لعيبه ليها ظروف مختلفه؟ ايوه ونجم وبن شرقي ظروفهم مختلفه، دول ناس كانوا واضحين وصراع معانا. ايوه دخلوا من الباب خبطوا علينا، يا جماعه احنا عايزين نوصل مع بعض لاتفاق ما يضرش النادي وما يضرناش، ووصلنا معاهم بالصيغه دي. وفي نفس الوقت اللي اللعيبه طلبت الطلب ده، اللعيبه كانت بتلعب كلام محترم، كانت بتتمرن كل يوم، كانت بتحترم النادي، كانت بتحترم لائحه الفريق، كانت بتحترم كل حاجه. وبالتالي ده اتعكس في خروجهم اللي انت شايفه النهارده، ان الناس في الاخر بتهتف لهم والناس بتشكرهم على الفتره اللي قضوها معانا. في لعيبه ثانيه زي ما انت بتتكلم على طارق حامد او ابو جبل، دي لعيبه تعرضت لتحقيق ليه نتيجه اللي هو هيبقى فيه عقوبه، وتم التحقيق وتم العقوبه، واللعيبه رضخت للعقوبه بس ما تمش الاعلان عنها، علشان احنا كنا مش حابين ان احنا ولا نصدرهم لجمهور ولا ان احنا نبقى نشتت الفرقه قبل مباريات مهمه في الكاس والدوري. اذا الزمالك خد عقوبات على ابو جبل وطارق حامد ولم يتم الاعلان عنها. تمام، يعني انا يعني حاجه كويسه. طب ممكن نعلن عن العقوبه ولا خلاص انت عقوبه داخليه؟ لمين؟ لا هو طارق في الاخر، بص انا طارق تحديدا، يعني لو عايز اتكلم على طارق تحديدا عشان طارق من اللعيبه اللي بحبها جدا وبحترمها جدا. طارق انا بالنسبه لي يمكن انا قلتها، يعني قلتها له هو شخصيا، قلت له طارق انت بالنسبه لي عامل زي الطالب اللي دخل امتحان حل 9 أسئلة صح وفي سؤال واحد حله غلط، ففي الاخر انت جبت 9 من 10. يعني في تاريخك في نادي الزمالك انت ليك تاريخ وليك رصيد كبير بالنسبه لنا، لكن انت النهايه دي كنت انت لازم تبقى انت اللي حريص ان انت تخليها نهايه سعيده حتى لو انت هتمشي. وطارق في الاخر عنده رصيد يشفع له بده، لكن في الاخر حق النادي خد، نادي حقق مع طارق وخصم من طارق اكتر من 50% من عقده، وطارق احترم العقوبه. 50% من عقده؟ 50% لان طارق تغيب عن 50 يوم، في 50 يوم طارق غابهم وبدون اذن من النادي، وبالتالي مجمل الموسم بالنسبه لنا طارق ما لعبش فيه غير حوالي 20%، فبالتالي العقوبه بتتناسب مع الضرر اللي انا ضريته لغياب نجم زي طارق حامد. وفي الاخر هو مقر بالعقوبه واعتذر للنادي واعتذر في تحقيق رسمي للفرقه وللمجلس، لكن انا مش عايز ابقى بذبح طارق. طارق ليه رصيد كبير عندي انا شخصيا، لكن في الاخر هو اختار النهايه، كل واحد بيختار النهايه بتاعته تبقى شكلها عامل ازاي، هو اختار النهايه بتاعته. لكن هو برضه مش هيكون موجود معانا الفتره الجايه. حلو قوي. هل بقى مستمر ل 30/8 ولا ممكن تسيبه خلاص يشوف حاله؟ بص، نادي الزمالك ما بينتقمش من حد. نادي الزمالك كان يقدر يحتفظ باللعيب لـ3 سنين ويدمر له مستقبله. حلو. تمام، وساعتها كنت هبقى انا بنفذ العقد اللي بيني وبينه، لكن احنا برضه بناء على طلب اللاعب ان هو يمشي علشان هو مضى في نادي تاني، الموضوع اتعرض على الاداره والاداره شافت ان هو اتعاقب في الجزء اللي الجزء اللي يخص الغياب اللي هو غاب والفتره اللي هو غابها، الجزء المادي، لكن بالظبط الجزء المادي والجزء الفني كمان اتعاقب، لان احنا شفنا ان هيبقى من الظلم
ان بعد ما رؤى يعني شارك، وبعد ما سيف جعفر شارك، وبعد ما عبد الغني شارك، وبعد ما الناس دي كلها شاركت، ان احنا نبقى يعني بنهد العدل اللي احنا بنيناه بنفسنا، ان احنا في الاخر نبقى بندخله او محتاجينه في ماتش او محتاجينه، لا خلاص هو يعني قرار اتاخد من فتره ان هو ما يبقاش موجود لحد التحقيقات ما تنتهي. تمام، فخلاص قفلنا الصفحه دي. يبقى خلاص، يبقى طارق حامد 50% من عقده بتسمح له ان هو يغادر نادي الزمالك للاستكمال مع النادي اللي مضى معاه وهو اتحاد جده. طيب ابو جبل بقى نفس القصه. نفس القصة، يعني نادي الزمالك ما وقفش قدام اللعيبة اللي خدمت نادي الزمالك، دي حاجة رائعة بصراحة. تقدير ليهم حتى. لا لا، أنا بحييك وبحيي المستشار مرتضى ومجلس الإدارة إن أنت خدت حقك وفي نفس الوقت ما وقفتش قدام اللعيبة، حاجة تحترم يا كابتن إكرامي بصراحة. أكيد طبعا. بجد. بجد. بص يا مهيب، في كلمة المستشار مرتضى دايما بيقولها في فيديوهات اللعيبة، كلمة فعلا حقيقية، هو بيقول لهم أي حد حابب يمشي يخبط عليا يقول لي مش هلاعب حد في نادي الزمالك غصب عنه، بس واجهني وصارحني هيبقى ليك كل الدعم والاحترام مننا، وان اعمل لك حاجه تليق بيك. ده مش كلام كان بيتقال في الفيديوهات وخلاص، هو فعلا احنا نقصد كده، ويمكن ده اللي مزعلنا من طارق او من ابو جبل، ان انت في الاخر ما كنتش مضطر ان انت تعمل يعني ده. لكن في لعيب زي بن شرقي ممكن يبقى بالنسبه للجمهور او الاعلام او الكباتن اللي مع حضرتك يبقى لعيب مهم للزمالك او مؤثر اكتر من اي حد في الفرقه، لكن في الاخر احترمنا وقدر النادي ومحبش يعمل حاجه من ورا النادي وما هركش وما ما من كان ممكن يمسك رجله، كان ممكن يلعب بالشوكه والسكينه اخر كام ماتش عشان يحافظ على نفسه، لكن هو اجتهد وفي الاخر هو خارج من باب كبير. والناس في جمهور، احنا نادي جماهيري في الاخر، في جمهور بيبقى شايف وبيقدر، ده رصيد اللعيب مع الجمهور، دي حاجه انت اللي بتبنيها بينك وبين الجمهور. في استضافة نارية قال أمير مرتضى المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك إن طارق حامد خضع للتحقيق وتعرض لعقوبة هي الأكبر في تاريخ النادي الأهلي في نادي الزمالك، واللاعب تقبل العقوبة واحترمها. وأضاف أيضا في تصريحات تلفزيونية، حفظنا على حق النادي في هذا الملف ونقدر المجهود الذي قدمه اللاعب طوال فترة تواجده مع الفريق، ولا ننسى أيضا اللي قدمه للنادي وبنتمنى ليه التوفيق خلال الفترة القادمة في مستقبله. وقال إن تم خصم 50% من عقد طارق حامد مع النادي كعقوبة موقعة على اللاعب وهي الأكبر في تاريخ النادي. وكان المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك هنأ الفريق الكروي الأول بمناسبة فوزه بلقب كاس مصر الموسم الماضي، وأكد إن اللاعبين والجهاز الفني قدموا كل ما بوسعهم من مباراة قوية وكانوا على قد المسؤولية واستحقوا اللقب على حساب الغريم التقليدي النادي الأهلي. وتقدم أيضا المستشار مرتضى منصور بالتهنئة لجماهير نادي الزمالك اللي سندت الفريق خلال مشوار المسابقة حتى الفوز باللقب، ووعد مرتضى منصور الجماهير بمزيد من الألقاب مشددا على توفير كافة الإمكانات لتحقيق طموحات القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة. وتوج الزمالك ببطولة كاس مصر بعد ما فاز على الأهلي بهدفين لهدف خلال المباراة اللي جمعتهم مساء الخميس باستاد القاهرة الدولية، وسجل ثنائية الزمالك زيزو إمام عاشور وسجل هدف الأهلي حسام حسن. كان يضم تشكيل الأهلي محمد الشناوي وعبد المنعم وأيمن أشرف والسولية وحمد فتحي وعلي معلول ومحمد هاني وأحمد عبد القادر وصلاح محسن وأفشة وحسام حسن. لكن جمهور الزمالك كان تشكيل الزمالك كان محمد عواد والمسلوسي وعبد الغني ومحمود الونش وحسام عبد المجيد وأحمد فتوح وإمام عاشور ونيمار وزيزو وسيف الدين الجزيري وأشرف ابن شرقي. عبر إمام عاشور لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن سعادته بتحقيق لقب كاس مصر الموسم الماضي إثر الفوز على الأهلي بنتيجة 2-1 في المباراة اللي أقيمت على ملعب استاد القاهرة مساء يوم الخميس. وقال إمام عاشور عقب التتويج باللقب بيشكر جماهير الزمالك ومجلس الإدارة طبعا بقيادة المستشار مرتضى منصور، بيقول إن الجماهير هم سبب دعم الفريق والوصول لنقطة نهاية التتويج،
وأضاف إمام عاشور أيضا إن الكاس سيكون بداية لحصد البطولة الأهم وهي مسابقة الدوري. نجح إمام عاشور في تسجيل هدف الزمالك الثاني في المباراة بعد مرور 30 دقيقة ليؤمن بها انتصار القلعة البيضاء وإن هو يضمن التتويج بلقب كاس مصر. وتوج الزمالك ببطولة كاس مصر على حساب غريمه التقليدي النادي الأهلي. واختتم إمام عاشور بأن هو بيشكر الجماهير ولاعبيه اللي سندوه علشان يوصل للي هو فيه حالياً.